معينكم وقائدكم المقدم ابراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة يتحدث اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. أخواني أبناء الأدوار، أخواني الحاضرين جميعا، أحييكم تحية سبتمبر، أحييكم تحية الثورة، وأحييكم تحية مبادئها ستة. أخواني إذا كنا اليوم نعيش هذه الأفراح بمناسبة مرور الذكرى الرابعة عشر على ثورتنا، فإننا لا نحتفل للاحتفالات ذاتها، ولكننا نحتفل لنحاسب أنفسنا على ما أنجزناه أو لنحدد ماذا نريد أن ننجزه. وإذا كنا العام الماضي وفي هذه المدينة وكان يشاركنا الأخ الرئيس جعفر النميري، قد وقفنا في هذا المكان وتكلمنا. أنا أعتقد أن ذلك الكلام ها أنتم اليوم تجدونه حقيقة ملموسة. فنحن قد افتتحنا معهد المعلمين، وهذا المعهد له أهمية هامة، فأنتم تعرفون التوسع في مجال التعليم وإيجاد الأستاذ شيء مهم جدا، وإلا فليس للمباني أي قيمة. وها نحن اليوم قد افتتحنا هذا المعهد، وننتظر إن شاء الله في القريب العاجل أن نرى من سيتخرجون من هذا المعهد في مختلف القرى ومدن اللواء يؤدون واجبهم لإعداد الجيل الجديد وتسليحه بالعلم والعرفان. أخواني إذا كنا قد تكلمنا العام عن الكهرباء لمدينة تمار، فنحن بعد شهرين فقط سنفتح المحطة إن شاء الله. طبيعتها وكثرة سكانها، فأنتم اليوم تعاونكم يقوم بشد طريق دمار لها بشد الطريق الآخر إلى المغرب، وهذه حقيقة موجودة. وأنا أنتظر إن شاء الله في القريب العاجل جدا أن نضع حجر الأساس لبدء الطريق لدمار رداع البيضاء، وهذا مشروع هام جدا. أخواني المثل اليمني القائد نصف الطريق مع جبل باب، هو أن نبدأ، هو أن نعمل، هو أن نرفض الأحقاد والدماء والحروب، هو أن نعيش محققين لمبادئ ثورتنا ليست بالدماء وليست بالأحقاد، ولكنها بالبناء وبالعمران وبالمحبة وبالتعاون. نستطيع أن نحقق كل شيء، ونستطيع أن نحقق أحلامنا وآمالنا إن شاء الله. أخواني أحييكم من كل قلبي، شاكرا لكم مشاعركم الوطنية الكريمة الفياضة واستقبالكم الكريم، كما أني باسمكم جميعا أحيي ضيوفنا الأشقاء والأصدقاء الأعزاء الذين وصلوا ليشاركوا شعبنا أفراحا. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا لأن نسير في طريق الثورة ومبادئها، وأن نثور على أنفسنا قبل أن نثور على الآخرين، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين. وهنا أتطرق إلى موضوع التصحيح، وأنا أرجو من كل الجماهير أن تتعاون مع لجان التصحيح، كما أرجو من لجان التصحيح أن تمثل التصحيح عملا وقولا ليس فلسفة وليس نقدا، وأن يكونوا هما المثال الصحيح لرجل التصحيح الحقيقي. أخواني أحييكم، أحيي من في هذه الساحة الكريمة، وأحيي من في كل المناطق في مختلف الجهة،
وأحيي كل أبناء الجمهورية العربية اليمنية من هذا المكان، وإلى أن نلتقي في مواقع العمل وفي مواقع الإنتاج وفي مواقع تحقيق مبادئ الثورة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زعيمكم وقائدكم المقدم ابراهيم الحمدي رئيس مجلس القياده والقائد العام للقوات المسلحه يتحدث اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله الصادق الامين. وفي اثناء هذا النهار أخواني الحاضرين جميعا، أحييكم تحية سبتمبر، أحييكم تحية الثورة، وأحييكم تحية مبادئها الستة. أخواني، إذا كنا اليوم نعيش هذه الأفراح بمناسبة مرور الذكرى الرابعة عشر على ثورتنا، فإننا لا نحتفل للاحتفالات ذاتها، ولكننا نحتفل لنحاسب أنفسنا على ما أنجزناه أو لنحدد ماذا نريد أن ننجزه. وإذا كنا العام الماضي وفي هذه المدينة وكان يشاركنا الأخ الرئيس جعفر النميري، قد وقفنا في هذا المكان وتكلمنا، أنا أعتقد أن ذلك الكلام ها أنتم اليوم تجدونه حقيقة ملموسة. فنحن قد افتتحنا معهد المعلمين، وهذا المعهد له أهمية هامة، فأنتم تعرفون التوسع في مجال التعليم وإيجاد الأستاذ شيء مهم جدا، وإلا فليس للمباني أي قيمة. وها نحن اليوم قد افتتحنا هذا المعهد، وننتظر إن شاء الله في القريب العاجل أن نرى من سيتخرجون من هذا المعهد في مختلف القرى ومدن اللواء يؤدون واجبهم لإعداد الجيل الجديد وتسليحه بالعلم والعرفان. أخواني، إذا كنا قد تكلمنا العام عن الكهرباء لمدينة تمار، فنحن بعد شهرين فقط سنفتح المحطة إن شاء الله، طبيعتها وكثرة سكانها. فأنتم اليوم تعاونكم يقوم بشد طريق ذنار لها بشد الطريق الآخر إلى المغرب، وهذه حقيقة موجودة. وأنا أنتظر إن شاء الله في القريب العاجل جدا أن نضع حجر الأساس لبدء الطريق لذنار رداع البيضاء، وهذا مشروع هام جدا. أخواني، المثل اليمني القائد نصف الطريق معقب الباب، هو أن نبدأ، هو أن نعمل، هو أن نرفض الأحقاد والدماء والحروب، هو أن نعيش محققين لمبادئ ثورتنا ليست بالدماء وليست بالأحقاد، ولكنها بالبناء وبالعمران وبالمحبة وبالتعاون. نستطيع أن نحقق كل شيء، ونستطيع أن نحقق أحلامنا وآمالنا إن شاء الله. أخواني، أحييكم من كل قلبي شاكرا لكم مشاعركم الوطنية الكريمة الفياضة واستقبالكم الكريم، كما أني باسمكم جميعا أحيي ضيوفنا الأشقاء والأصدقاء الأعزاء الذين وصلوا ليشاركوا شعبنا أفراحهم. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا لأن نسير في طريق الثورة ومبادئها، وأن نثور على أنفسنا قبل أن نثور على الآخرين، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين. وهنا أتطرق إلى موضوع التصحيح، وأنا أرجو من كل الجماهير أن تتعاون مع لجان التصحيح، كما أرجو من لجان التصحيح أن تمثل التصحيح عملا وقولا ليس فلسفة،
وليس نكدا، وأن يكونوا هم المثال الصحيح لرجل التصحيح الحقيقي. إخواني أحييكم، أحيي من في هذه الساحة الكريمة، وأحيي من في كل المناطق في مختلف الجهة، وأحيي كل أبناء الجمهورية العربية اليمنية من هذا المكان، وإلى أن نلتقي في مواقع العمل وفي مواقع الإنتاج وفي مواقع تحقيق مبادئ الثورة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.